كريم رسول الله والله أكرم، هل لفقير بين الكريمين أن يحرم؟ حاشا لله. أهلا بكم في فيديو جديد وأهلا بكم في أمل جديد. قصة النهاردة على لسان إمام مسجد بيحكي وبيقول إن هو كل جمعة كان بيخطب بالناس، وكان لما بيخلص صلاة الجمعة والخطبة كان في واحدة كده بتربي أيتام كانت بتستنى على باب المسجد محتاجة صدقة ومحتاجة خير من الناس. بالفعل كان الناس بيساعدوها مرة في مرة لغاية ما الناس زي ما نقول كده اتعودت عليها، فيعني حسوا ان هي خلاص ما بقتش مستاهلة، بس هي فعلا الست كانت بتربي ايتام وكانت مستاهلة. بس مرة في مرة الناس انقطعت عن ان هي تديها صدقة. طبعا استنت في جمعة من الجمعات كده امام المسجد لما خرج قلت له يا شيخ انقطعت بيا الطرق كلها، حتى المصلين محدش بقى بيديني صدقة. فرد عليها الشيخ وبيقولها انتي علاقتك بربنا ايه؟ احكي لي كده عامله ازاي. قلت له والله يا شيخ انا بقضي الفروض في اوقاتها وبقضي الصلوات بتاعتي كلها، فبس حاسه ان الدنيا ده جايه عليا ومعايا 3 ايتام ومش عارفه اروح بيهم فين. قال لها طب واللي يقول لك على الحل؟ قلت له انقذني او يعني وصلني بيه. قال لها عليكي لا حول ولا قوه الا بالله، اكسري من لا حول ولا قوه الا بالله. قلت له يعني هو ده الحل يا شيخنا؟ لها اكسري من لا حول ولا قوة الا بالله. قلت له يعني انت متأكد ان هو ده الحل يا شيخنا؟ لها اكسري من لا حول ولا قوة الا بالله، وهشوفك هنا في نفس المكان بعد اسبوع. طبعا الست خدت الكلام بمحض اهتمام واكسرت فعلا من لا حول ولا قوة الا بالله. بس جت بعد اسبوع الشيخ طبعا مستنيها بعد صلاة الجمعة والخطبة ما خلصت، واقف قدام باب المسجد مستنيها تيجي ما جاتش. تاني جمعة استناها تيجي ما جاتش. تالت جمعة استناها تيجي ما جاتش. طيب ايه؟ طبعا هو الشيخ قلق عليها لا يكون في كرب في معاها يعني، او هي في ضيقة او اي حاجة حصلت لولادها، فاضطر يسأل عليها لغاية ما توصل لبيتها. وبالفعل راح زار بيتها بس ما لقاهاش موجودة. قعد يسأل الجيران عليها قالوا له لا هي مش موجودة، بس هي سابت لنا رقم تليفون لان هي مشيت من المنطقة دي، وده رقم تليفون خاص بيها لان جه حد خدها هي وولادها. الشيخ قلق عليها اكتر لا يكون في مكروب او يعني دي حصل بيها، فقلق عليها جدا. فخد الرقم من الناس جيرانها واتصل بيها بالفعل، فبيرد عليه واحد وبيقول له لو سمحت انا مش عارف اسم يعني اسم حضرتك مين ولا اي حاجة، بس انا كنت قابلت المدام اللي كانت بتيجي على باب المسجد وانا يعني قابلتها ودار حديث بيني وبينها. فاللي رد عليه في التليفون قال له انت اكيد امام المسجد الفلان الفلان. قال له ايوه هو حضرتك تعرفني؟ قال له ايوه هي فعلا حكيت لي عنك. قال له طب هو حضرتك مين او هي الست اخبارها ايه؟ بس انا قلقت لا يكون فيها مكروب ولا حاجه. قلت له بالعكس يعني الراجل اللي هو معاه على التليفون ده بيحكي لإمام المسجد وقال له هي حكيت لي القصة بتاعتك وحكيت لي الحديث اللي دار بينكم، وتعالى أحكي لحضرتك الباقي. بالفعل قعد يكمل له باقي القصة وقال له أنا ابن عم الست دي، وأنا عايش في مكان بعيد يعني عنها، بس في يوم من الأيام حلمت وجات لي رؤية كده بيها ان هو حد بيجي يقول لي روح زور بنت عمك واكرمها هي وولادها، وانا ميسور الحال جدا، واللي بعتني ليها هو ربنا. فضلت احلم بالرؤية دي او اشوف الرؤية دي في منامي 3 ايام متتالية، فحسيت ان هي رسالة فعلا من ربنا ليا. فخدت والدتي ورحت ادور عليها هي وولادها لغاية ما لقيتها. بالفعل لقيتها في كرب جديد ولقيتها في محنة جديدة ولقيتها فعلا بتربي أيتام ومحتاجة فعلا للي يقف جنبها. طبعا جبت لها كل اللي هي محتاجاه من أكل وشرب ولبس لولادها، وكمان سبت لها فلوس، وأنا فعلا كنت يعني ميسور الحال. وعرضت عليها مساعدة إن أنا أغير لها البيت أو يعني أجيب لها بيت، فهي رفضت وقالت لا انت لو عايز تكرمني يعني شوف لي شغل علشان ما اضطرش ان انا امد ايدي للناس او يعني اصون ولادي واصون نفسي واربي ولادي. بالفعل اداها مقر شركته وقال لها خلاص انا هستناكي وكده وهلاقي لك شغل ان شاء الله.
بيقول وبيحكي وبيركب عربيته هو ووالدته. والدته قالت له استنى، قالت له بص دي ايه، بنت عمك بتربي ايتام وأرملة وفوق ده كله حلوة وصغيرة، ما تكسب فيها ثواب وتتجوزها. هو استغرب جدا من كلام والدته، وهو طبعا كان عنده زوجتين قبل كده، بس هو استغرب من كلام والدته اللي هو يعني ازاي، قلت له اكسب فيها ثواب وتجوزها، يعني هتكرمها وهتصونها هي وولادها وهتحميها من الكلاب اللي بتبص للحمة، وربنا يكفيك شر نظرة الكلاب للحوم. بالفعل ما تحركش من مكانه إلا وخبط على بابها تاني وقال لها أنا طالب إيدك للجواز وطالبك أصونك أنت وولادك. طبعا ما كانش قدامها غير أنها توافق، ولأنها حست بكرم ربنا، يعني إيه واحدة تتصان من عيون الناس، وخصوصا لما تبقى مطمع ولما تبقى حلوة ولما تبقى صغيرة ممكن الناس تستغلها استغلال غلط. فرحت جدا ووافقت وحست بعوض ربنا وجبر خاطر ربنا ليها، وفعلا اتنقلت مع جوزها لمكان يعني ما تحلمش ان هي تعيش فيه، وعاشت في ايسر الاحوال وحال ميسور، وكل اللي بتشتهيه بيجي لها بفضل لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا يعني اتكلمنا عن فضل الحوكلة كتير، واتكلمنا وحكينا قصص كتير، وهنحكي ياما عن كثرة الحوكلة بتعمل ايه في حياتنا. كل ده حكاه الراجل للشيخ في التليفون، فقال له انا ممتني ليك يا شيخنا ان انت هديتها للطريق ده، وممتني ليك ان انت هديتني انسانه جميله. يعني بيحكي وبيقول ان هي صوتها يكاد لا تكون مش موجوده في البيت، صوتها ما بيطلعش، ولادها يعني مش أشقية ولا اي حاجه، هاديين جدا مطاعين لدرجه كبيره، فمش حاسس خالص بوجودهم في البيت. فانت يا شيخ هديتني فعلا نعمه انا كنت محتاجها، ربنا يبارك لك. وقفل معاه التليفون. ودي كانت قصة النهاردة، أتمنى تكون وصلت لكم العبرة من لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة القرب من ربنا يعني في راحة رهيبة، في سلام نفسي جميل فوق ده، يعني ربنا بيرزقك فعلا من حيث لا تحتسب. يعني ما تبخلوش على نفسكم ان انتوا توصلوا للمرحلة دي، تبخلوش على نفسكم ان انتوا توصلوا لدرجة المستوى السلام النفسي اللي بيحسوا القريب من ربنا. دوموا على الذكر، دوموا على الاستغفار، دوموا على الصلاة على النبي، دوموا على الحوكلة، اقروا قرآن، عمروا بيوتكم بالقرآن، شغلوا قرآن في بيوتكم، ويعني وهدوا نفسكم كده وخدوا بنفسكم للطريق الصح. يعني احنا في وقت كثرت فيه الفتن، فدايما حطوا لنفسكم على الطريق الصح ليكم ولنفسكم ولولادكم، وادعوا دايما بالهداية وصلاح الحال. فدي كانت قصة النهاردة، أتمنى تكون خدتوا العبرة منها، واستنوني في قصة جديدة قريب إن شاء الله. مع السلامة.